هنا في باسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حنلعب أهم نزال في جزء التيربو، ويعتبر أول نزال في جزء التيربو. طبعا نزال اليوم حكون تقريبا شخصيات رئيسية بين بويبل نمر وبويبل شهاب، بين دع فارس الحديدي والشجاع الفائز أو شجاع التيربو. فبلاب تقنية سلينك شوك بلاب أصلية من هاسبر، وعندنا هنا بلاب التي دي. فإيش اللي حنسويه طبعا في مقطع اليوم؟ حنلعب نزال طبيعي زي أي نزال، ولكن ببلابل هاسبر وبلابل سلينك شوك. وطبعا في مقطع اليوم حنلعب في حلبتين، وفي نفس الوقت حنلعب ببلابل تي دي. بلابل تي دي جاي تقريبا طبق الاصل لبلابل تكاراتومي. وطبعا بعد ما حنلعب جوال في حلبة اصلية، حلبة بيبات الكلاسيكية، حنلعب في حلبة السلينك شوك. هذه الحلبة زي ما تشوفين، هذه حلبة سلينك شوك، فحنلعب فيها في نهاية المقطع. ودحين خلينا نبدأ بالنزال. طبعا اذا ما تعرف تحنا هدول البلابل مع الحلبة الكبيرة في مقطع منفرد، حيطلع لكم دحين في علامة الاي. اذا حاب تشوف النزال اللي صار في الحلقة الاولى من بيبة البابستاب ومترجم باللغة العربية، طبعا قبل ينزل الانمي من سبيستون، فهذا الموقع اسمه سيما روم، حاترك لكم رابط تحت في صندوق الوصف، يعرض الحلقات باللغة العربية. وطبعا حاليا نوصل الحلقة السادسة زي ما انتم شايفين. اوكي لحظات، وصل حلقة لا السابعة. اوكي فحينزل الحلقة كل يوم اثنين وخميس، وطبعا حاليا وصل الحلقة السابعة. وبس رابط حكوا تحت صندوق الوصف، مشاهدة ممتعة. جولة الأولى دفع الفارس. اوكي دفع الفارس، طبعا هذه مفكوكة يا شباب زي ما انتم شايفين، حقت الحلبة احنا بس حاطينها يعني كشكل، فأي ضربة حتفكها. فبالنسبة للبلاب اللي من هاسبر حاليا هو على ضربة سلينك شوك. وأول بس مقطع اليوم للشجاع 2-0 للشجاع الفائز، ويننج فالكري. الثانية يا جماعة الخير، إذا أنت ما كنت مشترك اشترك في القناة وفعل جرس الانبهات، وطبعا عدونا زر اللايك عشان يعني نوصل هذا المقطع أعلى من اللايكات، عشان المقطع انتشر يعني عند كل محبين البيبات والبيبات من الوطن العربي. دحين نتيجة 2-1 للشجاع. الجولة اللي بعدها يا شجاع ادعو فارس. بعد هذه الجولة طبعا راح نفعل خاصية سلينك شوك. اوكي ثاني بس مقطع اليوم 4-1 للشجاع، والحين راح نفعل وضعيات السلينك شوك في البلبلين. خاصية سلينك شوك عند الشجاع طبعا بهذا الشكل، حسبب بيب الاطول، الطول هذا حيخليه مو متوازن، المو متوازن هذا في اللير الثلاثة اجنحة حتدي هجمات مرة قوية. طبعا حيكونوا اثنين في طول بعض يعني ما حيكون الشجاع اطول. هنا عنده خاصية سلينك شوك في الجاع الفارس حيكون بهذا الشكل، فعل خاصية بهذا الشكل. الأولى اوكي جولة خاصية سلينك شوك 1-0 للشجاع. ثانية بس 3-0 للشجاع. الشجاع بس قاعد يحط دراع فارس، مع ان سلوبس عند بابليان يعتبر بنفس القوة، او دراع فارس حيكون اقوى، ولكن ضربات الشجاع بما ان الشجاع بلبل هجومي ودراع فارس مصنف على انه بلبل قادر احتمال، فعشان كذا تلاقوا الشجاع هو اللي يفوز دائما يعني. طبعا نسيت اقول لكم ان بلبل دراع فارس بلبل مزدوج مو قادر احتمال. اللي بعده الثالثة. اوكي دراع فارس اخذ اول نقطة، واربعة او لا 3-1 للشجاع. هذول هم بلابل درع فارس الشجاع، فما فيهم اي وضعية ولا حاجة، ويعني نفس القطع جايين زي الدرع الفارس بس يطول البلبل فيصير غير متوازن فيدي ضربات اكثر. ياب يعني درع فارس عنده خلينا نسميها وضعية الطول. الاخيرة سلينك شوك. اوكي 3-2، وفي هذه برنامج سلينك شوك انتي صارت حاليا طبعا 3-2. ودحين راح نروح لبلابل تي دي اللي هي نفس تكاراتومي. الجولة الأولى طبعا في هذا المثال مستحيل يشوف بس، لو صار بس فهو شيء مرة مجنون، لأن تيه عنده بابليان جدا جدا قوية، فحنعتمد على قدرة احتمال تقريبا دراع فارس هو الفايز. الجولة الأولى أول نقطة للشجاع. الجولة الثانية 1-1 هنفعل وضعية. الجولة الثالثة هاي 2-1، والحين طبعا راح نروح لحلبة سلينك شوك، وحنلعب حنرجع لبابل هاسبر. احنا رجعنا لبابل هاسبر وعلى حلبة سلينك شوك، فيلا خلينا نبدا. طبعا باختصار حلبة سلينك شوك هنا حلبة كلاسيكية عادية، ولكن فيها خلينا نسميه نظام سلينك شوك نظام السرعة، فممكن البلابل يجوا من هنا وينقضوا على بلبل الخصم ويحطون بلبل الخصم، فهذا مسافة اليمينيين وهذا مسافة اليساريين، ولكن احنا نزلنا اليوم كله على اليمينيين. هذه ما تحصل زي ما انتم شايفين بهذا الشكل، ممكن عيدها في كل شيء. طبعا المنطقة هذه تعتبر بلابل قادر احتمال، فممكن بلابل تطلع من هنا وتدور في هذه المنطقة، وبهذا الشكل ايش حيصير؟ بلابل حيفوز، بلابل قادر احتمال مستحيل احد يجيبه. الجولة الأولى اوكي الجولة الأولى تقريبا بالضبط. يلا الشاع اوكي ممكن هنا حنشوف بيرس شباب، انت ما تبي نشوف بيرس؟ لا اوكي بيرس هنا شو هو نقطة للشجاع،
ودحين راح نروح الجولة الثانية. الثانية انا ما نفعل وضعية ديك شوك دحين فعلها دحين فعلها شاب انا ما نفعلها ومع ذلك مع انه نفعلها البلبلين بنفس الطول يعني فانا الحين حفعلها وحلعب يلا دقيقة اوكي يلا نكون جولة اوكي لا ليش يلا ثلاثة اثنان واحد روح بس لا بس تقول بس لا لا دع فارس اوكي اوكي لا توقف عن دوران دع فارس ياخذ نقطة او لا نقطة واحدة يا جماعة توقع الثالثة والرابعة ياخذ هنا في بس واربعة اثنين للشجاع او شجاع التربو والحين كلنا راح نفعل الريسلينج شوك وحنلعب اخر جولتين قبل ان ننتقل لبلابل تي دي جلود يطلع هنا في باسة اول مرة شجاع تحطه في مقطع اليوم والحين انتي صارت 2-2 صح 2-2 اتوقع ولا ما حد فاز لان الحين سلينك شوك اوكي دقيقة نرجع المقاطع هي 2-0 لدع فارس الحديدي اول نزال من بربان تقريبا حتى دع فاز بقدر احتمال بقوة الدوران يب ودع فاز الحين 3 والشجاع 0 الجولة الثالثة هنا في بس شجاع الشجاع حيفوز ما اتوقع ولكن شكلها خير يلا شجاع لا يلا شجاع اوكي دع فاز يحصل على النقطة الرابعة ودع فاز هو يفاز بنظام سلينك شوك وعلى حلبة سلينك شوك فالحين نروح لبلابل تي دي الأولى بلابل تي دي حتكون بوضعية واحدة وكل نط شجاع فما عندهم أي وضعية يعني ثانية دع فارس ياخذ أول نقطة يعني حياخذ النقط كلها دع فارس لأنه مرة قوي شباب فما توقع في أحد حيقدر يهزمه شجاع بين قوته أوكي يلا شجاع هو النتيجة الحين صيبة 1-1 الشجاع هو الفائز يلا الجولة اللي بعدها اي ثلاثة كده جلسات اوه قبل شيء طار صقع في رجل عبد الرحمن فاحنا عند الجولة الحين اوكي صقع في رجل يعمل لي ثلاثة اثنان اوكي يصير هذا صوت يا بابا والله شاب جاي خلاص ما ينزل ابدا فارس اخسر يا اخي اوكي جاي فارس هو الفايز ودحين حنلعب اخر جوله بلابس لينك شوك كذا يعني على السريع عشان بس يعني المقطع بهذا النزال بس جاي بشوف بس ما حل المقطع شاب الا ما يجي بس زي ما قلت لكم ما حل المقطع الا لما نشوف بس لازم كذا ختامها بس يلا ثلاثة اثنان واحد ثلاثة 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 ليش دع فارس خاف علينا الجولة شباب اضغط يلا نبغى نشوف بس كذا شكله ما في اي بس ما احنا نلغي تفعيل وضعية سلينك شوك عشان نقدر نشوف بس في مقطع اليوم اوكي نبغى نشوف بس اوكي صار شيء غريب خلينا نشوف بس اوكي ما شكله ما احنا في مقطع اليوم شباب ثلاثة يلا شاع يلا جوك يا اخي يوم بيرس فبس هذا كان اللي عندنا لسنا من لايك سبسكرايب اشتركوا وشاركوا في نزالات اليوم اتمنى ان عجبتكم كان من بلبل الشجاع الفائز شجاع التربو بلبل دع فارس الحديدي اللاعب نمر فوصلنا للختام سلام.